السلام عليكم. هلأ بدي أحكي على آخر بارت من البروتيومكس، المحاضرة الأولى. بدي أحكي عن الليميتيشن اوف ذا لادر سيكونس. طبعا في عندنا شيء اسمه الـ يعني شو هن الليميتيشن لللادر سيكونس. احنا بنعرف في عندنا امينو اسيد نسميهم الايزوبيريك امينو اسيد، اللي هم عبارة عن اللوسين والايزوليسين. ليه سميناهم ايزوبيريك امينو اسيد؟ لانه المولكيولار ويت تبعهم نفسها. فالماس اسبكت سواء كان هاي ريزوليوشن او لو ريزوليوشن ما راح يعطي ديفرنسز، يعني ما راح يقدر يعمل ايدنتيفيكيشن للوسين والايزوليسين في هاي الطريقه، لانه انتم بتعرفوا انه بهي الطريقه حيتم انفصال لكل حمض اميني، وبعدين نحن من خلال عمليه السبتراكشن عم نطلع المولكيولر ويت للبروتين او للحمض الاميني اللي تم فصله. بالتالي انا ما بقدر سواء كان الماس سبكترو سوليوشن او هاي ريزوليوشن ما راح يعطي ديفرنسز بين اللوسين والايزولوسين. احنا بنعرف ان المولكيولار ويت لللوسين هو 113.16 والايزولوسين هي 113.16، فالمولكيولار ويت تبعهم نفسها. لذلك الماس سبكت ما هو طريقه غير كويسه انه يعمل ديفرنشيشن بين ذيس تو امينو اسيد اللي سميناهم الايزوبيريك امينو اسيد. لكن اذا كان عندنا مثلا معلومات عن الجين او الكودون لهدول الامينو اسيد، انا بقدر من خلال اني اروح اكشف بالداتا بيس بقدر احدد الدي ان اي سيكونس تبعهم، بالتالي بقدر اميز بيناتهم. طبعا في اذر تكنيكس ممكن انا اقدر استخدمها لحتى افصل بين اللوسين والايسولوسين، مينلي في عندي الكتروفوريسز، وايضا كروماتوغرافي ممكن اقدر افصل بيناتهم، ولكن البيكس بتكون قريبه من بعضها البعض. ايضا في عندي في اذا استخدمت اللو ريزوليوشن ماس سبكت، اذا كان يعني مثلا في عندي تو امينو اسيد اللي هم الجلوتامين واللايسين. الجلوتامين المولكيولر ويت تبعه هي 128.14 واللايسين هي 128.17، فال يعني المولكيولر ويت تبعهم قليل جدا، يعني الديفرنسز بين ذم بين الجلوتامين واللايسين، ف يعني بتكون يعني قليله جدا جدا جدا. بالتالي انا ما بقدر اذا استخدمت رول لوس ريزوليوشن ماس سبكت ما بقدر اميز بين اللايسين والجلوتامين، لكن بقدر اميز بيناتهم اذا استخدمت هاي ريزوليوشن ماس سبكت. ايضا في شيء لازم اعرفه، هل نحتاج احنا في نعمل فراجمنتيشن سواء استخدمنا تاندوم ماس او سنجل، هل نحتاج الى تاندوم ماس او سنجل ماس لهذا الجهاز للماس سبكت؟ يعني هل نحتاج هنا الى فراجمنتيشن؟ نحن لا نحتاج الى فراجمنتيشن. ليش؟ لانه انا هون بركز على قياس المولكيولر ويت للبوليبيبتايد اللي ظلت هون، ومن خلال عمليه السبتراكشن انا بقدر احصل على المولكيولر ويت للكات اوف او الامينو اسيد المقطوع. فاذا كان عندي لو ريزوليوشن عرفنا بقدر ما بقدر اميز بين الجلوتامين واللايسين، لكن اذا كان عندي هاي ريزوليوشن بقدر اميز بين الجلوتامين واللايسين، لكن ما بقدر اميز بين الايزولوسين واللوسين. ليش؟ لان المولكيولر ويت تبعهم نفسها. بوقف هون والله يعطيكم العافيه.